كان للمحكمة رأي نعم قديما وقلناه في قضايا كثيرة نعم أنها لا تحاكم فكرا أو عقيدة، ولكن إذا تحول هذا الفكر إلى أفعال مادية نتج عنها جرائم هنا وجب العقاب. الإخوان المسلمين حينما حكموا كونوا فرقا سميت بلجان نوعية، التحموا أو اقتحموا مقرات للدولة، خربوا، حرقوا، قتلوا. إذن إذا كنت تقول أن النوايا يعلمها الله، ألا ترى من هذه الأفعال أن نواياهم قد ظهرت على أرض الواقع؟ أنا لم أقل بأننا لا نحاكم الأقوال والأفعال، حاشا لله. إذن ماذا نحاكم؟ نحكم على كل قول وعلى كل فعل يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا. لكن الجزئيات التي تفضلتم بالسؤال عنها مصدر البحث والتحري فيها وفق مرضات الله هو القضاء. أنا بسألك بشكل عام عن رأيك في جماعة الإخوان المسلمين. ذكرت ما أدين به لربي، لأنني في الستين من عمري وأخشى أن ألقى الله بكلمة لا ترضيه عنه. لسه شباب. لا في الستين. ما توهمش نفسك إنك كبير يعني.